سابت البيت وودت ولدها بيت امه، يبقى بتروح فين؟ حرام عليك يا شيخه، ده طالعه تعمل عمره. وقبل كده اجراءات السفر بتاخد وقت. انا حاسه كده ان مفيش عمره ولا حاج. اتجي الله، انت يا ما عارفاش ربنا، جاكي جلوسطين يا شيخه. ليه؟ هي حكمه دي من اولياء الله الصالحين. حكمه دي اشرف من الشرف. ماشي أني ها وانتو ها، وبكرة تقولوا نجيبة قالت. واه يا نجيبة، جاكي المرار الطافح يا بعيدي، ما تسكتي وتسيبيها في حالها، حرام عليكي، ده احنا عندنا بنات. انتي أني عندي واد، اسكت ليا. ربنا على المفتري يا بعيدي. قولي حاجة يا عنايات. ايه بدعي على الخسيس، فيها حاجة دي كمان. لا الخسيس بقى حضرتك، المجني عليه تاريخه مليان بالسوابق، واكيد كان داخل شقة موكلي بغرض السرقة. يا استاذ حسام، تقرير الصفة التشريحية اثبت ان المجني عليه مات بجرح نافس في الرقبة. يا فندم ما عنديش اعتراض، بقى جرح نافس في الرقبة فعلا، بس ليه؟ راجل دخل عليا بيتي وانا قاعد في امان الله وتهجم عليا وعايز يقتلني، لازم اقاومه يا فندم. يعني عايز تفهمني ان الهدف من اقتحامه لشقتك هو قتلك؟ لا اله الا الله يا باشا، انا ما اعرفش الهدف من اقتحام شقتي ايه، انا اللي اعرفه ان واحد دخل عليا بيتي ولما حصلت مواجهه كنت في حاله دفاع عن النفس. هل يوجد علاقه سابقه بينك وبين المجني عليه؟ لا يا باشا، لا توجد علاقه سابقه، دي كانت اول مره اشوفه فيها واخر مره. واقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم، وامرنا نحن خالد يونس وكيل النائب العام ما يلي: يخلى سبيل المتهم حسام نجيب الهلالي بضمان محل اقامته ما لم يكن محبوسا او مطلوبا على ذمه قضايا اخرى. من هنا ورايح، كل شغلك وهمك حسام ود الهلالي، بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ بينام ايه؟ بيصحى ميت؟ كل حاجة. كده تمام، بكره هنكمل بقيه الاجراءات، دلوقتي هتطلعوا على الاوتيل واوراق التحويل هتكون جاهزه بكره الصبح. والله احنا مش عارفين نقول لك ايه يا متر جوزيف، تعبينك معانا. ولا تعب ولا حاجه، تحب اوصلكم؟ لا ما تشغلش بالك مني، انا معايا الكارت اللي فيها عنوان الفندق، هديه لسواق الاجره وهو هيوصلنا. احنا صحيح اغراب بس اخوك المصطهي هيعجبك قوي. تمام. وبعدين يعني احنا مش هنطلع على الفندق على طول، انا والست حكمه عايزين نلفلف في البلد شويه. تمام. كتر خيرك كتر خيرك. نشوفكم على خير. مع السلامه. سلام. اتفضلي يا ست الناس، على مهلك. صلي على اللي هيشفع فيك. علي افضل الصلاه والسلام. انت ليك وهتاخد وعليا وهديك. قلت لك 7000 جنيه ما ينفعش. ليه بس؟ توك توك ده يساوي 12000 جنيه ما ينقصوش مليم. على ايه؟ ده محتاج سمكره ولسه هصرف عليه يامي. كلها غسيل وش انما اساسه متين. الهي ما تيوع تروح بيتكم الا ما تبيع لي التوك توك ده. ايه يا غير انت هتفول عليا؟ الهي تنشل وتحول لو ما خدتش مني ال 7000 جنيه واديتني التوك توك ده. انت اكيد اتجننت. الهي انت اللي تتجنن، والميكروباص الجديد اللي هتجيبه يولع بيك انت والزباين. لا كله الا الميكروباص. خلاص يبقى تاخد مني ال 7000 جنيه واكتب لك بالبنك الكمبيالات. امر لله. اشوفك بالليل على القهوه. عيل ثقيل. خطوه عزيزه يا بوب، نورت بيت اخوه. حبيبي لعله منور بصحابه بقى كده يا جدع.
يعني لو ما كنتش قابلتك صدفه في الميكروباص ما تسالش عليا يا راجل. ده احنا نايمين على برش واحد وبعتبرك دي بقى لمين؟ والله لعله انا ما عارف لك عنوان من ساعه ما خرجت من المخروب اللي اسمه السجن ده، وانا قاعد مترمي هنا وهنا في المواقف قاعد بلم كارته من الميكروباصات. الشاي يا ابي. تعالي يا زوزو ما تتكسفيش، مفيش حد غريب، ده البوب اخويا. زوزو اختي. منور يا سي البوب. ده نورك يا ست الكل. كلامك بينقط سكر. لعله خير ان شاء الله، خش انت جوه يا بنت. حاضر يا ابي. بص يا بوب، انا نويت اشغلك معايا في الكباري اللي انا شغال فيه. طب وده هنشتغل فيه ايه؟ هنشتغل فيه ايه؟ نفس شغلانتنا، بلطجه ورمي بلد. انا مؤمن بالتخصص. طب والقراقيش اللي فيه؟ باكو في الشهر يا صلاة النبي، غير العشاء والتبس. مرضي؟ فله شمعة منورة لعله، انا معاك من غير اي كلام. النبي كل دي فلوس؟ دول لما يطلعوا كام؟ يخرب بيتك يا طاهر، معاك كل الفلوس دي ولابس لنا الجلابيه المقطعه ومنشفها عليني؟ طب ورب الكعبه لا احرمك منهم واخليك تلبس الجلابيه المقطعه بس بحق وحقيق. تعالوا يا حبايبي تعالوا. قال قطل يا جاد. أنا جاي. ده معقول ده؟ معلش يا ست حكمة، معلش أنا جاي أهو. يلا يا طاهر، المحامي بقاله ساعة مستنينا في البنك. معلش يا ست حكمة، بعمل إيه بس؟ أصل الشابة الجميلة المسكينة دي كانت تايهة وأنا يعني كنت بساعدها. ليه؟ يا منين؟ من هنا. وأنت اللي بتدلها؟ أيوة مسكينة، بقول لك عندها ظروف صعبة، صعبت علي فقلت أجيبها معايا، يعني أغديها أعشيها وهتونس معاها يعني طول الليل. لا والله شهم يا طاهر، شهم وقلبك رهيف. وهو البني ادم مننا ايه غير قلب بيدق يا ست حكمة؟ اصل ابوه طلع امه ورمى البنية دي في الشارع بشنطة هدومها، ما هي الشنطة دي فيها كل الهدوم بتاعتها، فانا قلت اكسب فيها ثواب واجيبها معايا. لا بتفهم في الاصول يا طاهر. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هانم. قال ايه وتقول لي الركع على الحشو؟ ما هم ما فيش حشو خالص وشغالين هم زي الفل. لا يا ست حسنة، لا ده الستات هنا يعني بيلمعوا، يعني مستحميين على طول، مش زي هانم من التنه ومعفنه طول عمره. استنيني هنا، انا هروح مشوار ساعة وهجيلك على طول. اها، وهي كده فهمت؟ اي والله عندك حق. استنى. يو ستاي هير وان 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 اور اي كم اجين. اوكي مستهي. شفتي مستهي؟ شفتي مستهي طالعه ازاي من بقي؟ ده احنا كنا فاهمين مستهي دي غلط في مصر. مستهي يا سلام. طب يلا يا طه، احنا كده هنتاخر على المحامي.
بقول لك هو ما ينفعش مشوار المحامي ده، يعني تروحيه انت. اها، وفين الشهامه والرجوله؟ والله يعني كان عندي شويه شهامه خلصتهم على البنيه الغلبانه دي، بس هعمل ايه؟ ده انت في عينيا الاثنين يا ست الناس، ده انت الست حكمت. ماشي يا طاهر، يلا يا طاهر. استي هير، ابوس ايدك استي هير. يلا يا طاهر. اوكي اوكي اوكي. اتفضلي يا ست، اتفضلي. لا ما انا مش هسيبك تمشي، كفايه اللي جرى. قلت لك مش هينفع يا ماما. ليه بس يا حسام؟ ده احنا هنشيلك في عينينا. انا عايز اشيل نفسي، مش عايز حد يشيلني. لو بتحبوني بجد ساعدوني نرجع حسام من اول وجديد. شايف عنده ايمان؟ حسام ما تبطل عند، في ايه؟ هتخسر ايه لو قعدت معاهم وطمنتهم؟ يعني هو انا عيل صغير؟ يا حبيبي انا مش هبقى مطمنه عليك وانت بعيد عني. تلاقيش يا ماما تطمني، اللي هيفكر يعملها معايا تاني هيبقى اخر يوم في عمره ان شاء الله. مش كل مره تسلم الجرة. عشان خاطر يا ماما سيبوني اظبط اموري بنفسي. طب يا حسام اعمل اللي انت عاوزه، بس لازم تبقى عارف ان كلنا هنبقى قلقانين عليك. تلاش يا محمد. هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل لي؟ بجد برافو عليك، انت نفذت كل حاجه زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندس. كل اللي طلبتيه مني انا عملته لك بالظبط. ربنا يخليك. العفو عليك. السلام عليكم. مع السلامه. منيره انا مبسوطه. مبسوطة؟ ربنا يرستك كمان وكمان. بس ليه؟ ايه هو اللي بس ليه؟ حلم حياتي اتحقق، محلنا هيتفتح خلاص كمان اسبوع، وبعدين برضو مبسوطة علشان حسين ربنا سترها معايا الحمد لله. قولي كده بقى، اتاريكي مساهمة ومش على بعضك. انا؟ امال انا؟ انت مش ملاحظة ان انت بتكلميني على حسام اليومين دول كتير؟ انا بكلمك عنه علشان معتز كان بيعتبره زي اخوه بس. والله؟ بتخبي عليا يا ايمان؟ بخبي عليكي ايه؟ ما تخليش فكرك ياخدك لبعيد. يا خبر بفلوس، بعد ثواني هيبقى ببلاش. منيره بطلي الغلبه بتاعتك دي، عندنا شغل، عندنا افتتاح كمان اسبوع. يلا امشي. اهلا شهد، اتفضلي. قالوا لي ان حضرتك عايزني. اقعدي واقفه ليه؟ ميرسي. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. وابنك الجميل حسام اخباره ايه؟ اهو سايباه في البيت بيلعب كالعاده. شهد انا عايز افتحك في موضوع بس مش عارف ابدا معاكي فيه ازاي. لا طبعا اتفضل. الموضوع ده بيتوقف عليه حياتي. انا ترددت في الاول ان افتحك فيه بس لقيتك انك انت انسب واحده وده انسب وقت عشان اكلمك فيه. لا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه بالظبط. قصدي اني عايش لوحدي زي ما انت عارفه، لا ليا زوجه ولا اولاد ومفتقد للحياه الاسريه، وانت كمان عايشه انت وابنك لوحديكم، محتاجه الراجل يقف جنبكم ويساعدكم ويشوف طلباتكم، وبصراحه ما لقيتش افضل منك تكون زوجه ليا. انا مش عايز منك رد دلوقتي، خدي وقتك براحتك وفكري وبعدين رد عليا. يا فندم من غير تفكير انا قافله موضوع الارتباط ده خالص دلوقتي ولا يمكن هفكر فيه. ارجوك يا شهند ما تقفليش الباب في وشي، اديني فرصه اعبر لك فيها عن مشاعر. صدقيني لو حصل ارتباط مش هتلاقي حد احسن مني، وهساعدك واخليك اسعد واحده في الدنيا. صدقني يا فندم انا مش جاهزه نفسيا ابدا لموضوع الارتباط ده دلوقتي، عن اذنك. ما تلومش عليا يا محمد عشان انت اللي غلطان. غلطان في ايه ان شاء الله؟ ما ادتنيش فرصه اكون جنبك واختفيت من حياتي فجاه. كنت عايزاني اقول ايه لابوكي وهو بيقول لي نفسك في الخطوبه عشان خاطر سمعه اخوك. بس انا اتمسكت بيك وكلمتك اكتر من مره، حاولت اكون جنبك، كنت مستنيه انت كمان تعمل كده. كان صعب يا رب. لو كنا في ظروف تانية انا ما كنتش هسيبك لحظه، بس كانت المشكله عندنا، ما حبيتش اكون حمل عليكي، كان مع الايام ما كنتش هتقدري تستحمليه. بس الوضع دلوقتي اتغير يا محمد، ولو اهلي الاول كانوا بيحكموا عليك من خلال عيلتك فالنهارده حكمهم عليك انت، بالذات بعد ما اثبتت ان انت انسان ناجح في شغلك. طب حتى فاكر يوم عيد ميلادي شفت رحبوا بيك ازاي؟ ده معناه ايه؟ معناه ان انت تكلمهم تاني وتطلب ايدي منهم. لا يا ريان هيبقى صعب. ليه بس؟ خايف يرفضوا. جرب بس مش هتخسر حاجه. اديني مهله افكر فيها. اوف مالك جاي معفر كده ليه؟ زهقت طهقت بقى من كتر الغطس في مبلعات النهار. امال انا اعمل ايه اللي ساكته ومستحمله؟ وايه اللي جت يا اختي عليكي؟ ما انت عارفه ان انا من يومي بغطس في مبلعات. انك كذبت على الحاج وقلت له انك مدير في اداره المجاري علشان كده اتجوزتك.
طب انا برضو مدير وبتحكم في 10 بلاعات، محدش يقدر يغطس فيهم غيري. وعشان كده من ساعه ما اتجوزتني وهم مصدودين. بقول لك ايه بقى، سيبك من الكلام ده، خلاص فات اوانه. انا خلاص قررت اسيب المجال. وهتشتغل ان شاء الله؟ هشتغل مع مراتي حبيبه قلبي في الكوافير بتاعها. بقول لك يا شلبي، انت تبعد عن الكوافير خالص، انا ليا شريكه مش بمزاجي. ما هي الشريكه دي اللي مبوظه لك حياتك. من يوم ما خوفي معتز اتجوزها وتغير حالك، وعايزه تقلديها في كل حاجه، عايزه تبقى لافرانكا زيها، وعماله يا اختي تغيري لي في لبس، وشكلك اتغير ولبسك اتغير، ده غير الاحمر والاصفر والاخضر اللي بتحطيهم على وشك ليل ونهار. وماله يا اخويا لما اعمل زيها وابقى زي البني ادمين وابص لفوق مش ابص لتحت واختص في البلعات؟ ايوه بس ما تنسيش نفسك. وربع جنيه شابه، بنص جنيه كمون، ب2 جنيه جنزبيل. بقول لك ايه، احنا ناس شعبيين لكن عينينا مليانه وجيوبنا دافيانه. لمي نفسك معايا احسن. بقول لك ايه، لا لمي نفسي ولا تلمي نفسك، انا خلاص زهقت منك. انا غلطان اصلا فضفضت معاك. توحشت الجو يا حكمه. قولي لي، طاهر واخد باله منك؟ كل الامور تمام؟ عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه. والمحامي؟ تمام تمام. لا انا حتابع البنوك من هنا. توحشتك قوي، حستناكي. سلام. خسرتك يا دولار، والله العظيم لو حد يقدر الموهبه دي، والله العظيم جراح يا ابني. الله يبارك لك. مين؟ مليان. مليان في ايه يا جدع؟ بس حد يخبط كده يا جدع، في ايه؟ انت تربس على نفسك ليه؟ اكون ليه يعني؟ انت بتصور دولارات وهو بيدخل في اي وقت. اوعى، ده انا افرحك، خلصت لك المصلحه. بذمتك انا عايز رايك بالامانه مش عشان صاحبك. في فرق. بتكنيله في حظك المنايل. الجوده في ايه؟ ايدك على 1000 جنيه. 1000 جنيه بتوع ايه؟ العربون. ليه حصل ايه يا كفن الشر؟ شغلانه باظت. الراجل اللي كان هيصرفها فلوس اتقبض عليه. انت بتضحك على ايه؟ على الحرام، حتى الحرام مش راضي بيا. طب ايدك يا حبيبي على العربون. لا بقول لك ايه بقى، احنا مش قرينا فاتحه، العربون اتدفن ومات. وبعدين بيني وبينك انا صرفتهم. ايه؟ صرفتهم. صرفتهم؟ صرفتهم في ايه بقى؟ زي ما انت شايف كده عريان، انا قلعت النضاره وحطيت عدسات لازقه بالتقسيط. وبيني وبينك انا ناوي كده ابدل شويه نضاره شويه عدسات، بس بذمتك ايه رايك؟ شكلي كده احلى من غيرها. نضاره تصدق عينين عليك بجد حبيبي. قرب كده وريني. بص كده ايه؟ انا عليك قوي. حلوين ها؟ انت تستعمل عليا يا حمار؟ انا جبت سيره امي. اوعى تجيب سيره امي عشان كان واسك. كل امي. خلاص يا حبيبي، اهدى اهدى يا بابا، اهدى وما تسخنش وانزل لي كده من على النار. مديري بيهم وصل. ولا في وصل حد، اما يجي لي فلوس على اتصل بيك تيجي ناخد فلوسك. ماشي. حلو قوي الكلام ده يا عم دولار. هات بقى ورقتك. ولا حتى كمان دول. خلاص ما دام الحرام مش راضي بيا، انا كمان مش راضي بيه. ذمتك انت دولار انت؟ ده انت قرش ماسح ولا ليه اي قيمه. بقابلني على القهوه بالليل يا اخضر. امك دي؟ انا قلت ايه؟ يا عم اقول لها انا اسف. برضو يا حاجه. على القهوه بالليل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اعرفك بالمعلم عطوه. أكبر تاجر خضار وفاكهة، تخصص كنتالوب من القصيرين. هيجي يعني يحل محل هنا في المكان، وهيدفع لنا 1,000,000 جنيه. يدفع إيه؟ يدفع لنا؟ فوق يا منير اصحى، المحل ده ملكي أنا لوحدي، ها؟ ولا أنت عاوز تشاركني فيه؟ إيه ده؟ أنت ما تعرفش عرف الخليوي ولا إيه؟ لازم المبلغ بيتقسم بين المالك والمستأجر اللي هيحل. إذا كان كده يا منير يبقى يفتح الله. جراس منير، أنت جايبني من القصيرين على مالا وش؟ ولسه ما وصلتش في الموضوع؟ لا ما هو الراجل باين عليه شفط مخه ونسي. الراجل جاله زهايمر، احنا متفقين. لا يا منير ما جانيش زهايمر، انا اللي جاني راجل تاني عاوز يحل محلك برضه، بس هيدفع 1,500,000. لا وبضاعته ايه بقى؟ ادوات كهربائيه، حاجه نظيفه، مش مثلا فاكهه وخضار وقشر وزباله. لا 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 يا منير، جبنا خزان هنا ولا ايه؟ لا 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 استنى انت بس شويه. بقول لك ايه، الموضوع ده حصل امتى؟ انا ما اعرفش ولا ايه؟ النهارده الصبح. وبجد الكلام ده؟ الله، وانا امتى هرجت معاك يا منير؟ خلاص يا معلم، شوف انت وراك ايه دلوقتي علشان احنا ايه ان شاء الله اشوف لك محل تاني باذن الله. لا لا فيها منير تتبعني ولا ايه؟ لا ما تزعلش مني يا حاج، اصله فيها ربع ارنب زياده بقى. انت مستقلين بيها ولا ايه؟ طب عليا الطال اخد المحل ده وهدفع لخلو رجل 2,000,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ وانا هزرت قبل كده؟ ايه رايك عوض؟ انا ما عنديش مانع، بس على اساس اخد انا 1,500,000 وانت نص. نعم بتقول ايه؟
طب ايه رايك بقى ما نشمش من هنا وهعمل لك المحل ده زريبه للجديان والخرفان وهربيهم. هقابله بكره واقول له بكره هقابله. هو مين ده البنت اللي هتقابليه وتقولي له؟ وهو في غيره حبيب القلب شوشره. حبيب القلب يا بنت ده بقى طليق دلوقتي وما يجوزلكيش. وهو انا قلت لك رايحه ظروف شقته؟ انا رايحه ظروف السجن واخده له معايا الزيرات رم عظمه بدل الاكل اللي بياكله له هناك. اللي قول لي يا لعله عملت لي ايه يا اخويا في موضوع المحل؟ المحل اصله شحح اول يومين دول في السوق. انت هتسوق عليا العوا ولا ايه يا لعله؟ انت بتقولي لي انا العوا؟ بقولك ايه يا بت فوق واصحي، انت بتكلمي لعله. عموما انا اللي غلطان، ده انا بدور لك على عريس لقطه. عريس ايه يا عين امك؟ انا عايزه خروف مجرد كوبري يرجعني لحبيبي القلب شوشره وخلاص خلاص. حتى لو كوبري يا بنت ده انت اختي، انا لازم اصطاد لك عريس ما يبقاش طمعان في ثورتك وقبلتك. انت مستقليه باللي عندك يا بنت؟ ده انت عندك مرجيحه وعربيه بوم. ده مين ده اللي يقدر يهاوب ناحيته؟ ده ناكله بسناني، ده شقر عمري يا لعل. تعجبيني يا بنت وانت شرسه وبتعضي. المهم اديني انت وقتي وانا هصطادهولك، بس الحكايه يعني كانت محتاجه شويه مصاريف. مصاريف؟ مصاريف ايه؟ ما انا لسه ظرفك 500. ايوه، ما انا بقى محتاج 100 كمان عشان اشحن والف ادور على الخروف. الله، انت مش اشتغلت وربنا فتحها عليك يعني ما شاء الله؟ اشتغلت بس لسه ما قبضتش والمليان يصب على الفاضي. ماشي يا لعل، ماشي يا اخويا. لما نشوف اخرتها معاك ايه؟ اخرتها فل، لعله خير ان شاء الله. هتعرف تودينا السوق نشتري شويه حاجات ولا هتتوهنا وتضيع وقتنا وتروح علينا الطياره؟ عيب يا ست حكمه، اهي ده اني هتوه بلد. ماشي، خدني دلوك على محل اشتري شويه عبايات حريمي وجلاليق. ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما بيلبسوش الحاجات دي هنا. وهو بيلبسوا ايه؟ ما بيلبسوش خالص، ما انت شايفه هم. طب والعمل يا طاهر؟ ما انا لازم اجيب هدايا لاهل مصر. محلول، احنا اول ما نرجع على مصر هكتب وننزل على الازهر، تروحي تنقي اللي انت عايزاه، جلاليب، سبح، عبايات حريمي، وسجاجيد صاله كمان، كانك جايه من الحجاز بالظبط. ماشي، طب وميه زمزم؟ ميه زمزم هنجيب جراكن فاضيه وهنملاها ميه من الحنفيه، يعني هم كانوا ضاعوا ميه زمزم قبل كده؟ ماشي، خلاص. عايزين نعدي. طب استنى. طب تعمل ايه؟ ما احنا لازم ندوس هنا عشان نعرف نعدي الاشاره، لما انا خلاص حفظت البلد، اي حاجه تعوزيها من هنا قولي لي ومالكيش دعوه. يلا يلا. عليك يا طاهر. جلاليب ايه؟ جلاليب وعبايات ايه اللي بتقوليها يا ست حكمة؟ نعدي كتير؟ يلا يا ست حكمة يلا. ولا يعني ما فيش حاجة بتضايقكوا؟ ما فيش حاجة بتعصبكوا؟ كلكوا أمامير كده حلوين كده، إيه الحلاوة دي؟ ده أنا هتجنن والله. يا طاهر يا طاهر، معقولك ده؟ بقالي ساعة خارجة من المحل. مين دي؟ أنا مش فاهم البلد دي يا ست حكمة، أنا بصراحة مش فاهمها. تخيلي إن البت الغلبانة دي كمان أبوها مطلق أمها ورميها بشنطة هدومها في الشارع، أنا مش عارف البلد دي مالها. يا طاهر إحنا عايزين نلحق الطيارة. ما هو في سؤال محيرني، ليه سيدياب ضحك علي وقال لي ان احنا رايحين لتشيك مع ان احنا في كرواتيا؟ يمكن ما كانش عايز حد يعرف. طب البنايه الغلبانه دي يعني ما ينفعش ناخدها معانا مصر؟ طاهر يلا ابوس يدك، عايزين نلحق الطياره. يعني انا كان نفسي استاي وزيو، بس الظروف فجأة، هنعمل ايه؟ انا عايزك تبلغي كل صحباتك ان المصطهي مسافر. باي مستاهي. سلام، الله يرحمك يابا. اتنين مصطهي من دول ما كناش دفعنا دم قلبنا في العلاج، كان قام زي الرهوان. يلا عشان نلحق الطياره. يلا يا طاهر يلا يا طاهر. ما شاء الله ما شاء الله، ايه دي يا كامل؟ توك توك جديد؟ وكاش كمان. كاش امال ايه؟ فاكرين هجيبه قسط؟
ده انا دافع ثمنه وانا قاعد حاطط رجل على رجل. وجبت فلوسه منين؟ ده انا كامل المستهي ومن النهارده مفيش قطالي. عجايب، على العموم ربنا يكرمك، انا رايحه احلب الجاموس. روحي يا اختي روحي، الهي تنتحك وتخلصنا مني. اكتب لك ايه على التيك توك يا كامل؟ سيدك كامل يا كلب. حقك علي، الله يرحم ايام زمان. ده ما يرجعها دي ايام، ما تفكرنيش. ما قلتليش اكتب لك ايه؟ تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ اه لو الشجاوة رتب كان زماني بجيت ليون. اوه ايه في ايه؟ الدنيا ما خلصتش. ايه مين اللي بونسوار يا فوكس؟ يا ولاد اللذينة. وحشني جدا يا جنرال. وحشني يا ولاد حبيبي. يا جنرال عاش مشافكم. كومون باتو يا فوكس. صباب يا ابن الدايخة. دايخة ده انت، ده وقتنا لحد ما عرفنا مكانك. انت كان فين يا فوكس؟ كان انا هنا مكان ما خبطت. خش تعال. لا استنى مفيش وقت، ادخل البس ويلا بينا. يلا بينا على فين؟ على العلو حبيبك، عارف ان احنا جايين لك؟ قال لك هدوت عقولي على الكباريه اللي هو شغال فيه. موجود هناك هو البوب، ونتجمع كلنا زي زمان. والولا البوب كمان؟ ده بوب وخمره ونسوان ومليطه يا فوكس، اخرج من كهفك. والله العظيم لو مليطه يبقى القعده في الكهف احسن. الله يخرب عقلك. اللي ايه اللي بقك ده يا جدعان؟ ده؟ يا باين قوي يا ولد. الفوكس اتعلم عليه ولا ايه؟ يا شر ده كان طار قديم وخدته. تعالوا انتوا وحشين، خشوا لغايه ما البس. خشوا خشوا. اتوحشت الجو يا احمد. وانت كمان. قول لي يا طاهر، كيف بلاد بره؟ يا نهار اسود على بري وبلاد بري. ده ايه اللي بيحصل في بلاد بره دي يا سيدي؟ ده انت خدعتني وما قلتليش. ده أنا هحكي لك بلاوي بس يعني مش قدام الجماعة. أسيبكوا يعني عشان العربية اللي جابتنا من المطار هتوصلني للبلد. بالسلامة يا طاهر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. قلت اتجلع نفسي شوي. تجلعي نفسك؟ سيدياب المهم انا عملت كل اللي قلت لي عليه، الفلوس وصلت؟ كل حاجه تمام. تعالي تعالي. قلت ايه بقى يا عون باشا؟ ايوه بس مليون ونص دول قليل قوي عشان تبقى معايا شريك في الكباريه، ده يساوي 5 مليون. خلاص يدخل بيهم شريك بنسبه 15% وده عدل ربنا. 15 ده ايه؟ هم 20% يعني 20%. مفيش حد لاقي فلوس اللي من دول والقرش الصياد الشيك العزيز. امري لله، انا لولا زنقتي وسفري للعلاج ما كنتش فوتت ابدا شبري من الكباريه. يعني قول مبروك. بكره تجيب المحامي وتجوني عشان نمضي العقود، وانا هعمل توكيل لابن اختي عشان يبقى معاك كل يوم في تحديد نسبتي. بس انا ليا طلب عندك. امرني. عمال النظافه والجرسونات والجردات وعمال الباركينج، اوعى تمشي حد منهم، وخصوصا الواد لعله، حطه في عينيك. يا عم ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، وبعدين اطلب لنا عشا بقى وانت لسه صاحب محل. يا اولاد الاباء انسى، والله انك وحشه. عامل ايه يا عمو؟ حبيبي يا عريان. يا عريان تعالوا تعالوا نوري الدنيا. خش يا رجاله خش. اقعدنا خش يا عمو. على جيبات الرجال والله العظيم ثلاثة ليك وحش يا عمهم عندي. والله وانت لعله وحشتي وحشني قوي يا بوب. خد يا بوب تعالى. واللي يلاقيها يلاقيها. بوب هو رجالة. ازيك يا بوب؟ عامل ايه يا ولد؟ بوب حبيبي منورين حبيبي. عامل ايه؟ عمو سيجارة عمو. تسلم. انت عارف ماليش فين؟ لا مؤاخذة لعله بشربها ولعة. ايوه مالكش والله ولا ايه يا معلم؟ عيب عليك. وحشني جدا. وحشت يا حبيبي. كله 100 100 الحمد لله يا رب. مالك مكشر الله ليه يا باشا؟ باشا يا بابا مكشر الله ليه مالك؟ ما عادش في حاجة تلز يا بابا. جرى ايه يا فوكس؟ احنا مش اتفقنا خلاص نخرج من الكهف؟ فكها بقى وبطل تشاؤم. تشاؤم؟ التشاؤم ده هو الحقيقه المره اللي كلنا عايشينها. تصدقوا وتامنوا بيا، انا النهارده صرفت اخر جنيه من البنك كنت امتلكه، ومش عارف هتقضى ازاي لغايه اخر الشهر. ومين سمعك؟ ده انا اخر جنيه شفته كان من زمان قوي. عايش ازاي يا دولار؟ عايز سفلقه ورامي بالها على خير الله. وانت عريان؟
انا مقضيها فهلوة، الناس من نصبايا كده فاست فود، حاجة على الماشي يعني. نصبايا فاست فود. الله يجزيك يا شيخ. وانت قاعد يا بابا؟ انا الحمد لله العاد مظبطني معاه هنا ورحمني من شغل الميكروباصات والكارتة وال... طب الميكروباصات والكارتة كنا عارفين بتعمل ايه، هنا بقى بتعمل ايه؟ زي ما كنت بعمل في سويسرا، دراعه اليمين كان قاطع دراعه اليمين. يا بختك يعني لقيت وظيفة. حر بقى. واللي خلق الخلق، انا ظبطكوا زي ما ظبطت دلوقتي. عارفين الراجل اللي قاطع هناك ده صاحب المحل، بيعزيه حبيبه وما يرفضليش طلب، وعينكوا قبل ما يدخل معاه شريك هناك. هتنور المحل يا حسام باشا لما تشتغل هنا. هنور المحل؟ اه. طب وانا هشتغل ايه هنا يا العم؟ الحمد لله على السلامة يا حجي. الله يسلم. والله اتوحشتك قوي قوي يا حاجة. وانتوا كمان اتوحشتكم قوي قوي قوي. والله وصحتك جات على عمرة يا حكمة، ووشك منور ما شاء الله. دي نورك يا حبيبتي. دولي هدايا جبتها لكم من الحجاز. الله يخليكي ويبارك فيك يا ام منصور. ودولي عشان جوازكم واولادكم. تسلمي يا حجة حكمة، يا أصيلة يا بنت الكرمة. سمارة دي عشان كتر خيرك يا حجي. ده حكمة ما نسيتش حد واصل. لا الحجة نسيتني يعني. اها ودي تيجي يا نجيبه، ده انت بالذات جبتلك مية زمزم عشان تهدي وتروي. اشمعنى انا اللي جبتلي مية زمزم؟ لا جبتلكم كلكم. الله يبارك لك يا حاجة. المهم قوليلي دعيتلنا ولا لا؟ طبعا دعيتلكم كلكم. ودعيتيلي انا كمان يا حكمة. انت بالذات يا نجيبه دعيتلك من صميم قلبي. ثلاثة واحد اثنين ثلاثة عمري راح ما لقيتوش غير فلوس عني وتسرقوها، فلوس عني وتسرقوها. يا ولاد الكلب، ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. انت يا بنت الكلب. حالا يا ستار، الملوخيه بالانارب هتكون جاهزه. وكمان عامله لي ارانب. وديت الفلوس فين يا وليه؟ فلوس ايه يا ستاهر؟ فلوس ايه يا ستاهر؟ ده انا هقلع لكم ملطه وانا املكه هنا بالعرض. لا يا اخويا. ايه الفلوس اللي كانت في عشه الارانب راحت فين؟ فلوس ايه وعشه ايه؟ ال 250 الف جنيه. 250 الف جنيه ودول جبتوهم منين؟ انت حقي معايا. اديني اخلص عليكي. خلاص خلاص عرفت، مفيش غيره، اخوك كامل. كامل؟ ايوه. امال هو جاب التوك توك الجديد منين؟ هو بقاله يومين مروق نفسه. توك توك ومروق نفسه؟ وقعت امك سودي يا كامل انت وضحكتك النتنه دي.